عجلي. عبيد السمر إلى العجلين، سيطر على الكرة، يمر عند أبو جلبوش. أبو جلبوش هجمة من الجهة اليسرى لفريق الفيصلي. أبو جلبوش، أبو جلبوش، سالم عجلي بجواره. أبو جلبوش الكرة العرضية، فرصة والهدف الثاني، جول هشام السيفي ابن تونس يسجل هدف التقدم لمصلحة فريق الفيصلي. هشام السيفي يظهر من جديد، يظهر من جديد هشام السيفي ويسجل برأسه هدف التقدم في وقت قاتل، في وقت قاتل في الدقيقة 88، الدقيقة 88، هشام السيفي العملاق التونسي يزور الشباك الوحداتية، هدف التقدم بكرة رأسية، كرة رأسية ولا أروع من هشام السيفي. نشاهد أبو جلبوش، أبو جلبوش يراوغ ويمرر كرة على طبق من ألماس على رأس هشام السيفي، وفي غفلة من الدفاعات الوحداتية وحيدا هشام السيفي في مرمى المرمى تامر صالح ويسجل داخل مرمى. هذه المرة ما في دبة، هذه المرة ما في دبة كما كان حاضر في الشوط الأول. دبة حرم هذا المهاجم من زيارة الشباك في الشوط الأول، ولكن هذه المرة ما في دبة، في هشام يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم، هدف التقدم، وهشام السيفي يحافظ على معدل التهديف الرائع، هدف في كل مباراة بمعدل هدف